معناتها ديما ديما قبل الماتش ديما لازم نحطوا المونتاليتي هذيا معناتها اللي ندخلوا باش نعملوا ديوكازيون باش نسجلوا. الحمد لله بيان سور شفت معناتها مونتالمون هبطنا هنا باش نماركيو. بيان سور كي تماركي زبون تتسال عليك تولي لازم مرتاح تبروغريس معناتها اكثر تولي القدام. الحمد لله ربي شفت هذول الماتشات الكل قاعد نلعب فيهم ديما انا الاوبجيكتيف انا من الاول ندخلوا عازمين باش نسجلوا. الحمد لله ان شاء الله. لكن بعد بديل قوية رخيتوا شوي حبيتوا تجاوبوا الماتش صريف 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 معناتها ماكش كل ماتش الكل معناتها باش تكون ماتش كامل باش تكون لا فهمت باش تلعب قدام. الحمد لله معناتها حتى اذا كان نتيحوا شويه في ساعه معناتها نرجعوا الحمد لله بالكومبيتيسيون قاعدين نتحسنوا اكثر والاوتوماتيزم قاعد يتوجد اكثر فهمت. الحمد لله ربي ان شاء الله نكملوا هكا وربي ان شاء الله ديما نعملوا خير. بعد البوت الثالث جمهور دراجي دراجي عندك عليها برشا دار والله ليه معناتها نعرف جمهور معناتها نحبهم برشا فهمت ماذا بيا ديما نفرحهم خاطر اللاعب واحد اللاعب الصحيح نتاعو هما يعرفوه فهمت. الحمد لله ان شاء الله يزيد واحد يحسن روحه ويخدم اكثر وحتى كي يجيو ان شاء الله حتى يجيو باش يتفرجوا شيخو معناتها مش في نرسم.